ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كم كانت صدمة أمينة حيدر قوية وهي تتلقى هذا التوبيخ من أمريكي من أصل مغربي في أحد المطاعم بأمريكا، وقد خاطبها هذا الشخص بعدما تأكد من هويتها قائلا: خاصك تكوني فخورة ببلادك عوض ما تبقاي تنشري الكذوب عليها، أنا ما عمرني ما غادي نبقى ناكل في هذا المطعم اللي جيتي ليه انت، حشومة عليك. وقد انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع، حيث عبر المغاربة عن فخرهم لتصرف هذا المغربي، واعتبروا أن المغاربة فخورين بأصلهم أينما حلوا وارتحلوا. أمينة Is this Amina to Haidar? Yes. Yeah, you should be really ashamed of yourself. Ishuma alaykum. As a Moroccan, as an American who's proud to be Moroccan, you should also be proud of your country. And you should be proud and not go around the world spreading lies about Morocco. You know something? I'm so disgusted by your presence, a traitor to the kingdom of Morocco, that I'm not even going to eat in this restaurant. You're a real shame to our people. We don't need harassment, okay? Hishuma alayki. Hishuma alayki. Inti maghribiya. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.